ضمن برنامج التعليم البديل للشباب في سوريا وتحت شعار سوريا بلا أمية، أقامت مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية حفل تكريم لعدد من المدرسين والمدرسات برعاية وزارة الثقافة والتربية لليونسكو في المركز الثقافي العربي في المزة. مديرية تعليم الكبار في وزارة الثقافة منوط بها مهمة كبيرة جدا، وهي محو الأمية. قد يظن البعض بأن الأمية انتهت من سوريا، نعم انتهت في مرحلة ما، ولكننا تراجعنا مراحل في هذا الميدان كما في ميادين أخرى بسبب الحرب الإرهابية. اليوم نحن نواجه انغلاقا فكريا في بعض المجتمعات سببه الجهل. الغزو الثقافي لا يجد تربة أخصب من تربة الجهل والأمية، لذلك نحن نتصدى لهذه المهمة جنبا إلى جنب مع وزارة التربية، مع اللجنة الوطنية لليونسكو، إذن مع المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال أيضا. كلنا جنود كما قال السيد الرئيس لتنوير العقول، لبناء الإنسان والفكر. هدف البرنامج كان تدريب 5000 طالب، استهدفنا فيها 3 محافظات، دمشق، ريف دمشق وكذا حلب. البرنامج يهدف إلى قدر الإمكان إمكانية إيجاد تعلم البديل، وكان في فترة وجيزة كان لمدة 22 يوم، كان حقيقة لاقى نجاح ولاقى باستحسان من الشارع السوري. صار في طلبات كثير أنه نكرر التجربة مع اليونسكو، سيما وأنه نحن بعد حرب ظالمة كانت 10 سنوات تركت كثير حالة من المتسربين على مستوى الجغرافيا السورية. كان برنامجا مكثفا، استطاع المدربون الذين تم تحضيرهم وعددهم 5000 معلم بعد دورة مركزية لتدريب المدربين على تقديم المنهاج المكثف، استطاع هؤلاء المدربون أن يقدموا المادة العلمية والمعرفية لعدد تقريبا 5000 طالب. طالب عاد إلى هذه المراكز ودأب على الحضور لمدة 20 يوم ملتزما ومتابعا برنامجا غنيا. في ختامه استطاع أن يعبر الطلاب عن مدى سعادتهم بالنتائج التي حققوها في مجال تعلم القرائية والحساب. الحفل تضمن توزيع شهادات تقدير للمدرسين والمدرسات الذين ساهموا بتعليم أكثر من 5000 شاب وشابة من غير الملتحقين في المدرسة، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي استعرض جهود المدرسين ضمن مراكز التدريب المنتشرة في كل المحافظات السورية. قامت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية إجراء دورة للكبار ومحو الأمية، وكانت الدورة على أكمل وجه، وكانت الدورة إلى نتائج إيجابية كثيرة، ولاحظنا أن الكبار تعلموا واستفادوا كثير من هذه الدورة. سوينا دورة تعليم الكبار بمساعدة اليونسكو مع الوزارة الثقافية، كانت مبادرة كثير حلوة، إقبال كثير رائع. فتحنا مركزين، مركز بالطيفي ومركز بجيرود، كان الإقبال كثير وفي إمكانيات، لسه في ناس كثير حابة تلتحق بهيك دورات إن شاء الله إذا كان في استمرارية وتتابع لهذا العمل. كثير يعني كانت الدورة ممتازة واستفادوا كثير منها، وإن شاء الله هيك نقدر نكفي معهم، وكل ما صحت لنا فرصة موجودين نحن. قيمة الدورة لتعليم الكبار بالتعاون مع منظمة اليونسكو كانت دورة إيجابية وفعالة، استفاد الجميع منها. كانت أعداد الطلاب نحن عندنا 75 طالب، يعني 75 مشترك، انجزت الدورة بكامل مقوماتها. لأنهم جنود العلم وثمرة التعاون الفكري استحقوا التكريم في سبيل تعزيز التنمية الثقافية ومنع الانغلاق الفكري وفتح أبواب المستقبل.